السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات. بعد انتظار طويل أفصح السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية عن مصير السنة الدراسية في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، وكانت مخرجات جلسة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كالآتي: أولا، لا سنة بيضاء لهذا الموسم الدراسي، ليكون في علم جميع التلاميذ والتلميذات بأن ليست هناك سنة بيضاء، ما يمكنش نحسبها لأن كنا توقفنا في 14 مارس وقع الحجر الصحي في 16 مارس وجاء التعلم عن بعد، دونك يعني كنا تقريبا درنا 70-75% من البرنامج الدراسي، كنا يعني تناولنا 75% من المقرر الدراسي، يعني السنة البيضاء غير واردة بتاتا. ثانيا، استمرارية عملية التعليم عن بعد إلى حين انتهاء السنة الدراسية. كنا نطلب من جميع التلميذات والتلاميذ أنهم يستمروا في التعلم عن بعد من أجل الزيادة في المعارف، من أجل استئناس الدراسة، عدم البعد عن الدراسة، استكمال البرنامج الدراسي، يعني وفي هذا الحجر الصحي ديال خصنا نبقاو في ديورنا، يعني بعد باش نقراو ونستعدو خصنا نواكبو عملية التعلم عن بعد. ثالثا، فيما يخص امتحانات البكالوريا ستجرى في شهر يونيو. بالنسبة للتلاميذ ديال الثانية باك يدوزو امتحان في شهر يوليوز، لحد الآن شهر يوليوز، يعني بالنسبة للأولى، بالنسبة للأولى باك تكون حتى البداية السنة في شهر شتنبر، أما المستويات من الأولى من التحضيري حتى السانكيماني هادو لا عودة، ما يمكنش يرجعوا للمقاعد الدراسة، وعين نحسبوا لهم معدل الدورة الأولى فقط. رابعا، امتحانات الأولى باك بكالوريا خلال شتنبر 2020. بالنسبة لامتحانات أولى باك كما قلت هتكون في البداية ديال الموسم الدراسي 2020، يعني الثانية باك في شهر يوليوز والأولى باك في شهر شتنبر. الدروس التي ستعتمد في امتحان البكالوريا هي الدروس الحضورية، يعني قررت الوزارة بأن تعتمد فقط على الدروس الحضورية اللي كان كيحضر فيها التلميذ في المؤسسة أو في المدارس ديالهم، يعني من أجل تكافؤ الفرص ما بين التلاميذ ديال العالم القروي والعالم الحضاري أو التلاميذ ديال الدول المغربية كاملين. يعني الوزارة ارتأت أنها تعتمد غير على الدروس الحضورية باش تكون امتحانات الإشادية للسادس ابتدائي والتاسع إعدادي، واعتماد نقاط المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا للنجاح من قسم إلى آخر، وكذلك اعتماد نقاط المراقبة المستمرة للنجاح بالنسبة للمستويات الأخرى، يعني بالنسبة للسادس والتاسع نقاط الله نعتمد على نقاط المراقبة المستمرة، وبالنسبة للجدع مشترك جدع أدب أو جدع علوم تهما يعني نعتمد على المراقبة المستمرة. نتمنى يكون هذا القرار ديال السيد الوزير حيد اللبس على مجموعة من التلامذ، يعني داك التخوف هو زال شي شوية. نتمناو عتجي مذكرات وزارية، عتجي مذكرات تنظيمية، عتزيد تبين كيفية إجراء امتحان بالنسبة الثانية والأولى. كنشكركم وكنقول لكم بقاو في ديوركم وقراو وطالعوا وراجعوا الدور ديالكم من بداية السنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.